اللي الشهيرين اللي الآن يتم الحديث عنهما كثيرا، مرسوم التحديد نسي جيب الخارطة، بدك جيبها موجودة معي بالسيارة. المهم تم تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 10 بلوكات، تبدأ من الشمال واحد وتنتهي 8-9-10 جنوبا، وهي المحاذية لفلسطين المحتلة. المرسوم الأول هو حول تقسيم هذه البلوكات، والمرسوم الثاني هو حول اتفاقية التنقيب والاستكشاف EPA Exploration Production Agreement. الذي حدث أن الموضوع تجمد لفترة من الزمن، وكان هناك يقال علنا أن هناك خلافا على عدد البلوكات التي ستلزم، بين وجهة نظر تقول علينا أن نلزم من البداية، أن نطرح بين 3-5 بلوكات، وهي وجهة نظر كانت لوزير الطاقة الرسمي ثم الفعلي، وبين وجهة نظر أخرى تقول بوجوب أن تطرح البلوكات العشرة التي كان يطرحها رئيس مجلس النواب. الذي تم الاتفاق عليه هو أن تطرح البلوكات العشرة على أن لا يلزم أكثر من بلوك أو اثنين أو ثلاثة، لكي نستطيع أن يعني نحتفظ لاحقا بحقنا في تحسين شروطنا في أي اتفاق بعد أن يتم استكشاف الغاز في بحرنا. في نفس الوقت كان يتم خلاف يعني مستتر، ولكن وأنا لا أستطيع أن أثبت أن أي شيء، يمكن إشاعات، أن الخلاف هو على البر وليس على البحر، أي أين يكون الاستكشاف للبلوكات الأولى، لأنه إلى جانب هذه البلوكات برا ستقوم هناك صناعات وتجارات وسوى ذلك، وهي مهمة سياسيا للبنانيين. يعني اكتشاف النفط نفسه يعم خيره بإذن الله، والغاز 5 دقائق بخلص على كل اللبنانيين، لكن النشاطات البرية وهي لا تقل أهمية ستذهب إلى اللبنانيين بالشركات الصغيرة والمعامل الصغيرة والتجار الصغار إلى آخره، وبالتالي لها أهمية سياسية على الطريقة اللبنانية، يعني خدمات للمنطقة. فهذا يقال أنه كان السبب المخفي لتأخر هذه العملية. نحن يعني لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، نحن حاولنا جهدنا أن نقوم بنشاطات، نحن يعني لجنة الطاقة مرتين أقرينا خارطة الطريق لتفعيل ملف النفط والغاز، مرة من يعني تقريبا شي 2.5 سنين، ومرة من وقت اللي يعني ترأس الأستاذ وسام، خريطتي تفعيل ملف النفط والغاز، وكنا يعني نعرض الموضوع على رئيس، طبعا رئيس مجلس النواب ليتبنى كونه رئيس مجلس النواب، ثم على رئيس الحكومة لأنه المعني بأن يقر هذا الموضوع، وكنا نأخذ يعني وعود بإنجاز الموضوع. هذه خريطة الطريق واحدة منهم، ولكن بالنتيجة تنتهي الأمور لكي نعود إلى النوم مجددا. حدثت بعض التطورات، نحن عملنا كمان عدة ورشات عمل حول مكافحة الفساد، 3 ورشات صرنا عاملين بآخر سنة، وهناك ورشة رابعة متعلقة بالصندوق، الصندوق السيادي قريبا إن شاء الله. اللي قلته نسيت بعدين أقول، في التاكسيشن لو اللي هو قانون الضرائب أيضا ما زال لم يقر، وهو الآن كما سمعت أصبح لدى مجلس الوزراء، رئيسة مجلس الوزراء. الذي حدث قبل أشهر قليلة أن شركة أمريكية تدعى SGS، وهي يعني أخذت موافقة شفهية من وزير الطاقة القديم السابق عام 2002 محمد عبد الحميد بيضون لتقوم بالمسوحات في بحرنا.
وبدأ يتبين لها وجود كميات هائلة من الغاز في شرق المتوسط. ولم نكن نطلع على ما يجري، ولكن قبل 3 سنوات تم رفع دعوى، وهنا يعني بدي أعطي حقه للوزير باسيل أنه هو قام بهذه الخطوة، وبالتالي لدى المحاكم اللبنانية، وصدر حكم بإلزام هذه الشركة بأن تعلم الحكومة اللبنانية بنتائج فحوصاتها. ما كانت عم تعلم لبنان أبدا. لذلك اطلع لبنان على هذه الاستكشافات الهائلة في بحرنا، خاصة في الجنوب من المنطقة الاقتصادية الخالصة، يعني بيننا وبين فلسطين المحتلة وقبرص. وأهمية هذه الاكتشافات ترافقت مع أمر آخر علمنا به، وهو صلحوني إذا غلطان، أن الخط الذي كان يتم درسه بين للتصدير إلى أوروبا بين إسرائيل وقبرص واليونان، I hope you correct me if I'm wrong، ثبت أنه غير مجد اقتصاديا، يعني مكلف جدا، وبالتالي يعني من غير المنطقي، خاصة بين قبرص واليونان. لذلك عاد الموضوع ليطرح نفسه أن الممر الإلزامي نحو أوروبا هو عبر تركيا، وهذا ما يفسر حركتان سريعتان. حركة الوزير اللبناني الممسك بملف النفط جبران باسيل إلى الرئيس بري، هذا على صعيد الداخل، ثم حركة نتنياهو باتجاه تركيا للاجتماع بالرئيس أردوغان. بالنسبة لي يعني هذه حصل تحسن في العلاقة بين إسرائيل وتركيا. بالمقابل إسرائيل أعطت تركيا حق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. أرجو if I'm wrong please correct me. فعلى كل حال هذه معلوماتي، هذه هي معلوماتي. ما هو وضعنا الآن؟ دقيقة. اي خلاص، ما هو وضعنا الآن؟ وضعنا الآن أصدرنا، قدمنا قانون البر، كلفني به الرئيس بري، قدمناه. هناك خلاف حول شركة النفط الوطنية في وجهتين نظر. الإخوان بهيئة إدارة قطاع النفط بيعتقدوا أنه لازم تتأخر، مش وقتها هلأ. هناك من يعتقد بأنه لا، يجب أن نبدأ بإنشاء هيئة النفط الوطنية. الموضوع الآخر هو موضوع الصندوق السيادي الذي لن يبدأ إنشاؤه اليوم، لكن أعتقد أن من المفيد أن نبدأ بالنقاش حوله اليوم. ولذلك كما سبق وذكرت، فإن هناك ورشة عمل قريبة يعني نقوم بها متعلقة بالصندوق السيادي. وشكرا لكم جميعا. سوف أبدأ من حيث انتهى حضرة النائب أباني، لأقدم الأستاذ وسام الذهبي رئيس الهيئة، طارحا بعض التساؤلات لإغناء هذا النقاش الحيوي الذي نريده أن يكون حيويا. طرح الأستاذ أباني سؤالين أو تساؤلين، واحد حول حيثية الجدل الدائر حيثية الجدل الدائر حول ضرورة وجود شركة وطنية منذ البداية أو لا، وهل تأخر في إنشاء شركة وطنية يجعل وضعنا أقرب فعليا إلى نظام الامتيازات لكل دول العالم تحررت منه؟ لأنه نعرف نحن المؤقت بلبنان ممكن يدوم 70 سنة أو 100 سنة بتركيبتنا الخاصة الغنية أدامها الله. إذن شو هالحيثية اللي لها علاقة بوجوب إنشاء شركة وطنية أو لا، أو التأخر بإنشائها أو لا؟
الثانية هي حول الصندوق السيادي. بصراحة برأي كبير بيقول الصندوق السيادي هو ملك للشعب اللبناني هالإيرادات، ولأولويات ينبغي أن يحددها الشعب اللبناني عبر ممثليه بنظام انتخاب إن شاء الله يكون جديد. ولكن يحذر الكثير من الخبراء باستسهال فكرة استخدام أموال الصندوق السيادي مشان إطفاء الدين العام. الدين العام مشاكله بمحل تاني، مثل كل دول العالم ينبغي أن يكون عندنا سياسي مالي وسياسي ضريبي تستوفي شروط معالجة الدين العام، مش نستسهل التغطية على كل هالمشاكل اللي عنا إياها بأنه نجيب هالريوع ونطفي فيها الدين العام. هذا نقاش كبير ولح يستمر برأيي، ما بعرف شو رأي الهيئة منها. ثالثا بنقول لرئيس الهيئة وهو بيعرف أكثر مني طبعا، رأي شائع بأنه نحن بادين بمعدل أتاوي أو ما نقل عن أنه بادين بمعدل أتاوي كتير منخفض بالمقارنات الدولية. هل يكفي القول أنه لتحفيز المستثمر الأجنبي ليفوت أنه نعطيه الأفضلية هيدي بمعدل أتاوي كتير متدني؟ إذا في موضوع معدل أتاوي. في فكرة رابعة هي حول في إشارات أرجو أن لا تكون صحيحة، بس البلد بخوف أنه في عنا 46 شركة رخص لها، 12 منها هي شركات مشغلة operators، و34 هي شركات غير مشغلة. والقانون لازم ألزم اللي رح يفوز أو البولز اللي رح تقدم على المناقصة أنه يكون فيها برئاسة مشغل وبتضم شركة أو شركتين غير مشغلتين. تحوم شبهات حول بعض الشركات غير المشغلة أنها تكون أنشئت على عجل بتضبيطات ورائية بين بنوكي بالعالم أو بين شركات ما بعرف وين، سرية مصرفية وغيره، وراها قوى سياسية. على الأقل يجب دحض هذا الرأي اللي عم نقرأ وعم نقرأ من خبراء مرموقين، يعني مش من صحفيين يوم مياومين. الفكرة الأخيرة، هل صحيح أنه روح القانون لم تحترم في مشروع المرسومين، خصوصا فيما يتعلق ب يعني حسم المرسومين لفكرة نظام المشاركة بالأرباح فيما القانون يتحدث عن نظام مشاركة بالإنتاج؟ هل هذا صحيح؟ وأترك الكلام لرئيس الهيئة الناظمة لشؤون النفط الأستاذ وسام الذهبي. بيسعدني يكون للمرة الثانية موجود ومتواجد بيناتكم. أنا البريزنتيشن حتكون باللغة الإنجليزية ولكن حأحكي باللغة العربية. حبلش لأعرض على الأنشطة البترولية بالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، صورة مشرقة لبعض البلدان وصورة قاتمة للبنان. اليوم نتطلع نشوف هالوتيرة السريعة للي عم يحدث بقبرص في دورة تراخيص ثالثة. شركات كبيرة مثل شركة أكزون مع قطر بتروليوم مقدمة، توتال عاملة تحالف استراتيجي مع إي أن آي، شركة مثل ستاتويل النرويجية متواجدة، يبدو أنه التلزيم حيكون قبل أواخر هيدي السنة، وفي حقل تم اكتشافه اسمه أفرودايت حوالي 4.6 تريليار قدم مكعب، لم يجري تطويره بعد لأنه السوق منه متواجد. عند العدو الإسرائيلي مثل ما قال وليد تأخر الموضوع سنتين، نحن كنا عم نواكب هذا الموضوع لموضوع مرتبط بالأنتي تراست كوميشنر، صار في خلاف بينه وبين نتنياهو، أقيل وزير الاقتصاد دانيال درعي،
وتم تجاوز صلاحياته، ومن ثم كان وزير رئيس الوزراء العدو الإسرائيلي عم يدفش لحتى الشركات تقدر تطور حق الليفياتن، علما أنه تمار بلش بالإنتاج أكثر من سنتين. تطورات كتير كبيرة عم بتصير بالصعيد الإسرائيلي، صار في دورة تراخيص جديدة بدأت من حوالي الأسبوع، 24 بلوك تم طرحهم للتلزيم. وزير الاقتصاد ورئيس الوزراء عم يعمل بروموشن بكل البلدان العالمية لحتى يستقطب كبرى الشركات العالمية. نحن بنعرف أنه شركة نوبل هي كانت شركة صغيرة، اليوم الإسرائيلي عم يطمح لشركات كبيرة لأنه اكتشافات الغاز بدها استثمارات ضخمة. على سبيل الضحك والمزاح بيقولوا قال حدا من الاكسبلوررز ولا المهندسين الاكتشاف اللي عملوا اكتشاف ركض عند البوس تبعه قال له عندي خبرين، خبر منيح وخبر مش منيح. قال له بلش لي بالخبر المنيح. قال له لقينا اكتشاف بترولي. قال له الخبر اللي مش منيح شو هو؟ قال له غاز مش نفط. ليه غاز؟ بس لنقول غاز حجم الاستثمارات كتير كبير، بدك بنى تحتية كتير كبيرة، بدك أسواق وبدك الأسعار وبدك تعاونات إقليمية. وهذا اللي منخشاه نحن، أنه العدو الإسرائيلي هلأ طاحش بموضوع الاكتشافات، عم بيسرع. اليوم أي شركة إسرائيلية بدها، أي شركة عالمية بدها تشتغل عند العدو الإسرائيلي في احتمال كتير ما نقبل نشغلها بسبب قانون مقاطعة إسرائيل بلبنان. اليوم في تقارب وكلنا بنعرف بين وخط يحكى لإله بيمرق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للعدو الإسرائيلي مرورا بقبرص وصولا إلى تركيا. واليوم بنعرف السوق التركي هو السوق الأكبر من ناحية استهلاكه للغاز، وتركيا إلى دور كبير كمنطقة للعبور إلى أوروبا. عنا مشكلة كمان، خليني أقول قبل ما أحكي عن سايبرس، بمصر. مصر كمان في اكتشاف كتير كبير اسمه زهر، 30 تريليار قدم مكعب. كمان في حديث بين قبرص ومصر، في حديث حتى لاستعمال منشأتين لتسييل الغاز موجودين بدمياط والإسكندرية، استعمال حق الأفروديت لتسييل الغاز وتصديره. في حكي أيضا عن بناء أنبوب لليونان مكلف. وأكيد الأهم هو الجدوى الاقتصادية، يعني الجدوى إذا ما في جدوى اقتصادية من بناء أي بنى تحتية ما بيتم المشروع. اللي بدي أقوله، المنطقة كلها غليانة من ناحية النفطية والغازية، ولبنان بعدنا على حالنا، صرنا أكثر من 10 سنوات وما زلنا ننتظر. شو اللي صار بلبنان؟ يعني ما حألتزم بالسلايدز، بس بدي أقول أنه تم العمل على إطلاق دورة التراخيص، والمؤسف أنه يعني لنشوف، وفي شغلات كتير ما بيعرفوها الناس، أنه العدو الإسرائيلي نقل عنا بعدة أمور، حتى بنظام الضريبة عنده، وهلأ حفوت بالتفاصيل. وحتى لأول مرة الإسرائيلي بيعمل دورة التراخيص، كان يعمل هو open door policy، يعني تجي الشركات يلزمها ما يعمل مزايدة. لأول مرة بيعمل الإسرائيل مزايدة، بيفتح مثل ما قلت 24 بلو، وبيحاول يستقطب الشركات، وبيحط دفتر شروط، وبيحط ضريبة تصاعدية، وبيحط حتى مؤهلات للشركات اللي بدها تجي. اللي صار إنه فتحنا دورة التراخيص بأيار 2013، وكان مفترض إنه بنوفمبر تشرين الثاني 2013 نسكرها حسب القانون. لا، بسبب عدم الموافقة ولا عدم الموافقة على مسودة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، دفتر الشروط ومسودة القانون الضريبي اللي هي موجودة هلأ والبلوكات، لم تتم هذه العملية. أنا بدي أقول شغلة كتير مهمة، وما بدي أعيد حالي، إنه الإطار التشريعي جاهز. يعني اليوم خلينا نقول قبل حتى القانون كان في بوليسي، كان في سياسي، حطت الإطار العام والركيز العام، انبثق القانون عنا، انبثق البتروليوم اكتيفيتيز ريجوليشن، القواعد والأنظمة المتعلقة بالأنشطة البترولية، ومن ثم في مسودة الاتفاقية الاستكشاف والإنتاج. أنا اللي بدي أقوله،
يعني لا الهيئة بتدعي الكمال بهيدا الموضوع ولا هيدا الموضوع حكر على الهيئة، نحن منفتحين لكل الآراء، ولكن للآراء البناءة. يعني اليوم شو ما كان النظام الاستثمار، أكان نظام امتياز ولا تقاسم إنتاج، النتيجة هي واحدة، هي بدنا نشوف حصة الدولة من الأنشطة البترولية، هيدا الأهم. ما فينا نتطلع على دكتور حمدان على إنسترومنت ماني معينة بلا ما نشوف الصورة الكاملة. اليوم الشركات، يعني في قول بيقولوا it takes two to tango، نحن نتطلع على شو عم بيصير بقبرص وعند العدو الإسرائيلي وعند مصر، وكيف هالهجمة للتحدث والتخاطب والمعرفة شو بدها الشركات، بس مش لنحابيها، بس بالنهاية بدك شركات تشتغل هون. يعني نحن هالنظرة اللي عنا إياها إنه يعني اليوم في خيط رفيع بين ما تقدر تدفش الشركة لمحل قبل ما تقلك بدي اطلع من البلد إلا تستثمري، مش يعني هيدي الفكرة. اليوم في rate of return، الشركات بدها تحافظ عليه، وبدها كل شركة عندها rate of return معين، بدها لا تستثمر وتاخد الريسك بأي بلد بدها تحصل هالريت اوف ريتيرن. مش مزبوط انه بدنا نطلع بس على معدل هو رويالتي 4%، بدنا نطلع على المكونات كلياتها، بدنا نطلع معدل الاتاوي، بترول الربح والضريبه اللي هي كامله بمثل حصه الدوله من الانشطه البتروليه. خلينا نقول يعني في وزارات كلها كانت معنيه، وبالنهايه في نظام من layers of governance، يعني حكينا عن الحوكمة. الحوكمة كتير مهمة بهيدا القطاع. اليوم في هيئة إدارة قطاع البترول، في وزارة الطاقة، في أكيد مجلس الوزراء، في مجلس النواب، السلطة الرقابية والتشريعية، ولكن في مكونات أساسية بكل هالأربع سنوات تواصلنا معها نحن، في هيئات المجتمع المدني، النقابات المهن، الببليك أت لارج، الأكاديمية، الإعلام، هدول كلهم معنيين بالنقاشات اللي بده تصير. وهي الثروة مثل ما قلنا يعني منا حكر لهيئة ولا لطائفة ولا لحزب ولا لتيار، هيدا معنية فيه مش بس الأجيال الحالية، الأجيال المقبلة. وبالتالي المنظومة التشريعية كانت عم بتراعي هيدا الموضوع. شو الهدف هلأ؟ الهدف يعني اليوم نحن شو الأهداف الأساسية من هاي العملية؟ اليوم أهم شيء نقدر نستقطب الاستثمارات اللي بدها تكون بمئات ملايين ومن ثم من بالمليارات الدولارات، يعني شركات مؤهلة ماليا وتقنيا وعندها good records ليجوا يستثمروا. اليوم أهم شيء كمان بدنا نحافظ أنه نقدر نحصل الحصة القصوى للدولة اللبنانية، بس مثل ما قلت في خيط رفيع بين هاي دول الموضوعين. اليوم أكيد الببليك at large بده يكون involved، بده يكون عم بيشارك عم بيراقب. ومن هون كان والأستاذ محمد قاله فضل بهذا الموضوع، يمكن ما ذكروا أنه في توصية من لجنة الأشغال لأنه لبنان ينضم للEITI Extractive Industry Transparency Initiative. نحن بهمنا يكون في بلبنان بلاتفورم السيفل سوسايتي موجودة فيه، شركات البترول والدولة اللبنانية. أكيد بهمنا المكون المحلي، اليوم بهمنا القطاع الخاص اللبناني يستفيد بقطاع الخدمات ونعظم المنفعة الاقتصادية بالقطاع اللبناني. والأهم بهمنا شيء اسمه التلزيم التدريجي يما الجراجوال لايسنسينج، كتير مهم. نحن ما حندعي يعني بدنا نتعلم وما منستحي، أول دورة تراخيص أي بلد بده يتعلم. أنا إذا رأيي الشخصي لازم بلوك نتعلم فيه، نفتح دورة تراخيص، أي اكتشاف تجاري بيعلي الفاليو تبع الاكتشاف الثاني. يعني ما فينا نلزم كل شيء، إذا طرحنا كل شيء للتلزيم ما لازم نلزم كل شيء من أول مرة، لأنه الوقت اللي بيصير فيه اكتشاف تجاري بتصير فيه شركات أكثر بتجي، مثل ما صار هلأ استفادوا بقبرص من الاكتشاف اللي صار بزهر، فتحوا البلوكات المحازية لزهر، اجت اكبر شركه اكزون مع قطر بتروليوم، لانه بيعتبروا انه المنطقه القريبه للاكتشاف هي منطقه فيها هاي بروسبكتيفيتي. واكيد بدنا المساءله والمحاسبه، وكمان الاستاذ محمد حكي يمكن عن مسوده لل
مكافحة الفساد يما للشفافية في قطاع النفط والغاز اللي تقدمت فيها كمان لجنة الأشغال عبر أحد النواب الأستاذ جوزيف معلوف. قدرنا نستقطب 34 شركة مش مشغلة و12 شركة مشغلة. هلأ التحدي نحافظ عليهم، التحدي إنه هيدي صار من 3 سنين ونص كانت الأسعار أكتر، كان السعر برميل النفط بال120، هلأ عم نحكي 47-48، كانت الاكتشافات الأسواق سعر الغاز مختلف. من 4 سنين كانت أسعار الغاز بثلاث أسعار بالهنري هاب بأوروبا وبساوث إيست إيجا أكتر بكتير مما هي حاليا. اليوم هلأ الأهم أنه نقدر نستقطب هيك شركات ونقدر نخليها تشتغل بالبلد. شو الأفانتاج للبنان؟ شو الميزة التفاضلية للبنان بموضوع استقطاب الشركات؟ يعني أنا بيؤسفني هيك بقرأ أرتيكل أوقات بعض اللبنانيين والخبراء قد يكونوا منهم هيك بيصوروا الصورة قاتمة مثل هيك shooting oneself in the foot إنه لبنان بلد يعني في فساد بكل القطاعات يلي هو إلى حد ما كبير، بس إنه وبقطاع النفط والغاز منه exception وما فينا نستثمر نحن بلبنان وفي تكاليف كتير كبيرة وما في أسواق. خلينا نعطي يعني نفحة إيجابية عن الوضع اللبناني، بيسوى قطاع النفط والغاز إذا قدرنا نديره بطريقة منيحة وقدرنا نعمل أطر رقابية معينة، وكل مجلس الوزراء أخذ دوره بهذا القطاع، وزارة الطاقة أخذت دوره والمجلس النيابي لعب دوره، قدرانين نستقطب شركات كبيرة. اليوم عنا أول ميزة إنه لبنان فيه بلوكات كتير كبيرة ويلي هي بلوكات غير مكتشفة بعد، عنا ديتا كتير كبيرة الأكبر بالمنطقة أو يمكن أكتر بلد بالعالم، عملنا 2D و3D seismic survey أكتر بلد بالعالم بقول، لأنه 100% منطقة الاقتصادية الخالصة ممسوحة بال2D وأكتر من 80% من ال3D، وهذا بيعطي أفونتاج للوقت إنه الشركة بتجي بظرف سنة قدراني تعمل interpretation تحليل وقدراني تحفر. اليوم نحنا ميزتنا التفاضلية كمان انه قريبين من الاسواق، قريبين من الاسواق العربيه، ومثل ما تفضلت قلت وليد السوق التركي اللي خسرناه بعتبر اليوم في خط غاز عربي ببلش من مصر مرورا بالاردن بسوريا بيجي على لبنان، وكان نفترض يكمل ولازم يكمل على تركيا، قدرانين كنا نعمل له ريفرس ونقدر لو في غاز بلبنان ولو في غاز باي دولة عربية. يعني اليوم الاتفاق اللي قلت عنه الأردني 15 سنة قيمة 10 مليار دولار، اتفاق كتير كبير مع شركة واحدة، وبالتالي هيدا سوق خسرناه. نحن عنا السوق التركي بنطمح له والسوق الأوروبي طبيعي، وهلأ بحكي أكتر بالخيارات. عنا legal framework contractual framework modern وقابل للنقاش، وهلأ بنحكي عصة بعض الخبراء اللي بيقولوا بالproduction sharing والprofit sharing. ولا معلوماتكم production sharing هي profit sharing، production هي عبارة عن إنتاج كمية ضرب سعر، بس هيكون في production sharing يعني في profit sharing. اليوم حصة الدولة بتاخدها حصة عينية، مثل ما قلت ما في فرق بين النظام الامتياز ونظام التعاقدي، اثنيناتهم فيهم يوصلوا لنفس النتيجة. كل بلد له خصوصية، بلد بحط إتاوي، بلد بيكون مثل أبرس، أبرس بس عندهم شغلة واحدة، عندهم signature bonus وعندهم شغلة هي بروفيت بتروليوم. لبنان عنا روي إتاوي، عنا بترول ربح، عنا ضريبة. بإسرائيل عند العدو الإسرائيلي في إتاوي 12.5 وفي بس تاكسز، ما في عندهم بترول ربح. شو ما كان النظام المهم النتيجة تكون in favor للبلد. أنا ما حطول كتير بس لأقول إنه استعمالات الغاز بلبنان عنا عملنا دراسات وتقدر بال 2025 ب 0.25 تريليار قدم مكعب. تصوروا اذا عنا اكتشاف واحد بقد لبنان مينيموم ل 25-26 سنه. الاولويه هي للسوق المحلي طبيعي، وبالسوق المحلي عم نحكي لا ما